العيلة تدور عالقبر يا هليذي يدليها درب الشير عاب يا كتب يا ناس تهي عليها هي ما ندري نتوجه وين نتلفت وندير العين ما ندري نتوجه وين نتلفت وندير العين ننسى بينا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي، رقد وما مرت بهم سنة الكرى وغفت عيونهم بلا إغفاء، غضبوا وما شابوا وكان خضابهم يوم بدم من الأوداج للحناء، ومغسلين ولا مياه لهم سوى يا عبرات الثكلى حرة الأحشاء، أصواتها بحت وهن نوائح. ليش يا شاعر؟ أصواتها بحت وهن نوائح يندبن قتلاهن بالإيماء، ماذا أقول إذا التقيت بشامتين، أني سبيت وإخوتي
بإزائي آنم والحزن زينب وخوت على الثرى نوم بين القطعة وجفوفة وبين السلبة وهدومة وحاد النوق ما أنصاف مربين على الحوم شفت الجثث بعيوني شفتهن وانخطف لوني صحت يا ناس خلوني أتم يم اخوتي والقمعي وما يخلوني ساعد الله قلب زينب في هذه الأيام والليالي من بلد إلى بلد والأطفال معها والسياد تتلوى على المتون إلى أين تتجه زينب توجهت إلى جدها رسول الله تقول له يا جدي بعد شل بحياتي حياتي يا ريت اليوم يا جدي ما ماتي أهل الغيرة اسمعوا يا جدي بعد شل بحياتي يا ريت اليوم يا جدي مماتي عباتك شيلها وشدها بعباتي واستر بيها يا جدي خواتي بعد وين توجهت زينب لا ناصر لها ولا معين أدارت وجهها إلى أمير المؤمنين علي يا علي وين الطارش اللي يقطع البيد وياخذ معصب وشكواي بيد ويوصل للغرب هاللي الريد ويصيح بصوت وينك يا الصمد يلا زينب وصلش عندك ويصيح بصوت وينك يا الصمد ترى حسينكم قطع وريد وويلا ترى حسينكم قطع وريدة وزينب يا علي ظلت وحيد يا وزينب يا علي ظلت وحيدة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم تعجيلا في فرج المولى صلوا على محمد وآل محمد الله عز وجل في كتابه الكريم إذا أراد أن يأمر بالأمور الأخلاقية وبالقيم التي تقوي علاقة المجتمع فيما بينهم يأتي بالكلمات الواضحة يأتي بالألفاظ التي يفهمها الجميع خلاف مثلا إلى الأمور الفقهية يعني يأتي بالكلمات الأوضح مثلا عندما يأمر بالصلاة أقم الصلاة هذه الجملة لوحدها قد لا تفيد مثلا وجوب الصلاة إلا تحتاج إلى آية أخرى إلى نص آخر سيرة النبي صلى الله عليه وآله حتى نعرف وجوب الصلاة كذلك وجوب الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام نعم هاي الآية لوحدها قد تحتاج إلى مؤونة تحتاج إلى دليل آخر حتى نعرف شنو
وجوب الصيام وهكذا. هاي بالنسبة للأمور الفقهية. لكن لما تأتي إلى الأمور الخلقية، إلى الأمور القيمية التي تقوي علاقة الإنسان بالمجتمع، بأصحابه، بأصدقائه، حتى يبعد المشاكل عنهم، يأتي بالكلمات الواضحة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الآن هذه الكلمة وهذه الجملة وهذه الآية، الكل عندما يقرأها أو يسمعها ما يحتاج إلى تفسير، ما يحتاج إلى تأمل. الله عز وجل قاعد يأمر العبد بماذا؟ بالعدل، بالإحسان، إيتاء ذي القربى. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الكلمات واضحة في الأمور الخلقية، في القيم الأخلاقية. تعال إلى هذه الآية المباركة وتحمل قيم متعددة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. شوف التأكيدات التي يستخدمها الله سبحانه وتعالى. إن أداة تأكيد، الله لفظ الجلالة يؤتي به في بداية هذه الآية المباركة. إن الله يأمر، شوف وضوح هذه الجملة يجيب لك كلمة الأمر ومادة الأمر. مادة الأمر شنو أحبائي؟ الألف والميم والراء، أمر، هاي يسموها مادة الأمر. وهيئة الأمر أيضا فعل مضارع من هذه المادة يأمر. مادة الأمر وهيئة الأمر يأتي بها دلالة على الشيء المهم الذي سيذكره في هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل. شنو العدل أحبائي؟ إعطاء كل ذي حق حق. أجير يعمل عندك من الصبح للعصر متفق وياه على 20 دينار، صارت 3 العصر انطيته هاي 20، شي يسموك أنت أيها الإنسان؟ عادل. قللت هذه 20 سوتها 15، شي يسموك؟ إنسان ظالم، بخست حق هذا الرجل، هذا العامل. زين، هاي عدالة أحبائي، هذه العدالة تسمى بالعدالة الاجتماعية، يعني أنت والطرف الآخر. عندنا عدالة فردية أأخرها من البحث. أكو لغة أحبائي أرقى من العدل، وهي إن الله يأمر بالعدل والإحسان. شنو الإحسان؟ إعطاء كل ذي حق حقه مع زيادة. هذا العامل من السارة الساعة 3 شفته دؤوب في عمله، إنسان مؤمن، مولانا العين ما راحت منا على العائلة، لا أبدا، دؤوب في العمل، ما يتملص من عمله، هاي 20 صارت شقد؟ 30. هذا إحسان بعد، إعطاء كل ذي حق حقه مع زيادة. هاي الزيادة أحبائي الله شي عبر عنها: إن الله يحب المحسنين. وهي خليها في بالك أحبائي، هاي الزيادة البسيطة لا أنت راح تصير فقير من وراها، صح لو لا؟ لما تطلع من جيبك هاي الزيادة القليلة ما راح تصير فقير، ولا ذاك العامل راح يصير غني من وراها، لكن أكو فد معاملة حصلت وهي إحسان، وهذا الإحسان الله عز وجل يحب. بين قوسين، الله عز وجل إذا أحب عبدا شي يسوي له؟ شي يقدم له من عروض؟ ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل. يتقرب إلي بماذا؟ بالنوافل، يعني بالأمور الطوعية، بالمستحبات ومنها النوافل. ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه التي يسمع بها، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت قدمه التي يمشي عليها. يعني كل وجود الإنسان يتحول مع الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المحسنين. الآن راح أخذك أحبائي إلى بعض الشواهد عن سيرة محمد وآل محمد. وهاي هم خليها ببالك أحبائي، أنه الله عز وجل كلما ذكر لنا قيمة أخلاقية بالمقابل لابد يذكر لك فد مطبق لها، فد نموذج خارجي. الآن أسألكم، الآن لما ذكر الصبر: إن الله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين، آيات الصبر الكثيرة، تركها معلقة في الهواء هاي القيمة؟ لو ذكر لك فد مثال إلها، من هو مثالها؟ أحسنت، مثال الصبر أيوب. لما يذكرنا قيمة الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، خل هذه القيمة
وهذه الأمر هذا الأمر المهم معلق في الهواء. وطوبائي لو خلالك فد مثال إله، من هو؟ نوح عليه السلام. نوح 950 سنة مع قومه، ما فد يوم تعب من عندهم أبدا، هذا العمر الرسالي. الروايات تقول عمره 2500 سنة، ما تعب منهم أبدا، ما تراجع، ما تنصل عن وظيفته، استقامة إلى النفس الأخير. لما يطرح لنا مثلا مفهوم الحشمة والعفة والابتعاد عن الرذيلة، مثالها في القرآن من هو؟ يوسف عليه السلام. فكل قيمة لما تذكر في القرآن الكريم يذكر لك إلها مطبق لها. الآن تعال إلى قيمة الإحسان. هاي القيمة هل ذكرها ولم يذكر لها دليل؟ لا لا، الأدلة موجودة. تعال إلى شخص النبي صلى الله عليه وآله، شو وقت في فتح مكة بالأمس القريب، كان النبي مطارد، النبي مولانا يأتون للصبية والأطفال يرمون عليه الأوساخ القاذورات، يسبون النبي، يهجون النبي، اتهامات سحر وكذب وجنون. اليوم النبي دخل في فتح مكة منتصر، معه جيش جرار، أمام طريقين النبي أحبائي. وكنا نتعلم من شخصه صلى الله عليه وآله، هو قدوة لنا لو لا، أسوة لنا لو لا. الطريق الأول بإمكانه أن يتخذ طريق العدل، يعني أن يقتص من كل واحد سب، من واحد شتمه اللي ضربه، بإمكان أن يتخذ طريق العدل. لكن أكو طريق آخر وهو أرقى وهو أمثل، أنا كرمز، أنا كقدوة أتخذ يا طريق، إحسان، إعطاء كل ذي حق حقه مع زيادة. الإحسان الإسلامي أكد عليه، الإحسان مولانا يردو أهل البيت سلام الله عليهم، العدل راقي لكن الأرقى من عند الإحسان. وهذا ما يريده أهل البيت منا، أن نتعامل دائما بالإحسان وهي لغة أعلى. شلون؟ طبق نفس هذا المفهوم، أنه الإحسان يطبق أكثر من العدل، طبق في أسرتك في بيتك. الآن أنا مع زوجتي عندنا طريق العدل وهو إعطاء كل ذي حق حقه وكفى، أم هناك طريق آخر وهو الإحسان؟ إذا تريد تطبق من باب العدل، أنا أعطيك أيها الزوجة، أعطيك حقوقك فقط وفقط، اللي واجب علي أسوي وأنت تفعلين ما هو الواجب عليك، إيش يتحول البيت أحبائي؟ دخل أشرح لك الصورة حتى تشوف البيت يتحول إلى ماذا. هذا الزوج سمع مولانا، قرأ في الكتب الفقهية واجبات الزوج، وهي النفقة، ثانيا المسكن بما يناسب شأنها، الملبس، وسائل التنظيف، هاي الموارد هيئها لزوجته. الزوجة أيضا تقول له أنا ما حضرت مجلس أو سمعت مولانا من كتاب فقهي مسائل شرعية. الزوجة واجباتها تجاه زوجها ما هي؟ أولا أن تمكن زوجها، ثانيا أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه. أنا محافظة واجباتي، هو شي يقول لها؟ يقول لها من باب العدل إعطاء كل ذي حق حقه، بعد الزيادة أنا مو واجب علي، يعني سفرات وعمرة وزيارة ومشهد وكربلاء وكذا مو واجب علي، تغيير سيارة في كل سنة مو واجب علي، هاتف ومصر لا لا أبدا، هاي كلها أشيل إيدي عنها، أنا الواجب علي النفقة وهاي الموارد. هي تقول له أيضا أنا همات الأمور الزائدة عن المؤونة أنا أبتعد عنها أيضا، تربية الأولاد والبنات خلاص ما لي علاقة، تدريس الأولاد ما لي علاقة، تنظيف البيت ما لي علاقة، تروح تجيب خدامة غصبا عليك، إيش تتحول الحياة أحبائي؟ إذا تعاملنا بلغة الإلزام بلغة العدل لوحده، الإسلام شو يريد من عندنا؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أكو لغة أرقى. الآن من منكم أحبائي من هاي الوجوه الطيبة يتعامل بالبيت بلغة العدل لوحده؟ أبدا، لغة العدل نرجع إليها عند الخصومة، صارت خصومة والعياذ بالله نقول الواجب لك كذا والواجب عليك كذا وكذا، أما الكل اليوم يتعامل بلغة الإحسان. الآن الزوج لما يطلع من الصبح لليل يتعب ويشقى ويجمع المال من أجل ماذا؟ من أجل إسعاد أولاده وأسرته وبيته. كذلك هذه الزوجة اللي تستيقظ من الصبح إلى الليل من أجل ماذا؟ من أجل إسعاد الزوج والأسرة أيضا. فالنبي يريد يعلمنا يوم فتح مكة وهو منتصر، يريد يعلمنا على نموذج الإحسان. جابوا له هؤلاء كلهم اللي أذنبوا يوم من الأيام، أجلسوه أمامه، أخذت لغة التملق، يا رسول الله أمروتك أعفو عنا كذا،
فقال هذه الكلمة المعروفة: اذهبوا أنتم الطلقاء. عفى الله عما سلف. قيل له: يا رسول الله، أكو شخص شيخ قبيلة، هذا كبير وله سمعة اجتماعية، هذا إلى الآن خايف، إلى الآن خايف، دخل النبي ومعاه جيش وكذا، إلى الآن خايف، انطيفت علامة أنه يرجع. قال: هذه عمامتي خذوها له. بعد شريد أكثر من هذا؟ هذا إحسان لولا. شخص آخر اسمه كعب ابن زهير، شاعر، كان يهجو النبي صلى الله عليه وآله، يعلم الصبية الأطفال، يكتب لهم أبيات شعر يهجون النبي. هذا أيضا إجا يعتذر أمام النبي وأخذ ينشد قصيدة وعفى عنه النبي: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعذر عند كرام الناس مقبول، إن النبي لنور يستضاء به، وصارم من سيوف الله مسلول. أعطاه النبي البردة التي كانت عليه، وسميت هذه القصيدة بقصيدة البردة. هذا إحسان من النبي لولا. تعال إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين بعد معركة الجمل وقف أمام المرأة، أخذ يكلمها، راح لها إلى خيمتها وأخذ يعاتبها: ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حرائرهم وأبرزوك. مو هذا الإنصاف، مو هذا المتوقع. المهم، عند ذلك سيرها مع مجموعة من الرجال المن إلى بيتها إلى المدينة. وصلت إلى هناك، سألوها: كيف كانت معاملة أمير المؤمنين معك؟ قالت: كفء كريم، أشهد ما بالله ما شفت منه شيء أبدا، إلا أكفد موقف شلون يسيرني من البصرة إلى المدينة مع رجال وأنا امرأة، أنا امرأة غريبة في وسط الرجال. عند ذلك بعض النساء فتحن اللثام. أمير المؤمنين تبين سيرها مع مجموعة من النساء بزي الرجال، فقالت: يا أبا الحسن، أبيت إلا تكرما. حتى في هذا الموقف يلاحظ أبو الحسن سلامه. هذا إحسان لولا، إحسان، هذا تفضل. تعال أيضا إلى الإمام الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسن. فاطمة سلام الله عليها عندما تدعو للجار ثم إليها، هذا كل إحسان أحبائي. أبو عبد الله أيضا لما التقى بالحر، الحر وقف أمامه ومعه 1000 واحد. ليش الحسين سلام الله عليه انتقل من الكوفة إلى كربلاء وجعجع به الطريق وسيره إلى طريق آخر؟ لماذا؟ وبسبب الحر كان بعد، صح لو لا؟ وقف أمامه، شوف إحسان الحسين روحي فداه، وكان هو الذي يسيطر على المشرعة على الماء. عند ذلك علم بعطش هؤلاء، ويعلم بعلم من الله أن هؤلاء سيقفون أمامه يوم 10 محرم. قال لأصحابه: اعطوهم الماء، اسقوهم الماء. شوف الإحسان الأكثر. أكو واحد مولانا لغته تختلف عن لغة الحسين عليه السلام. أبو عبد الله لغته من مكة ومن الحجاز، وذاك مولانا لغة أخرى. فقال له: أنخ الراوية. ما عرف أنخ الراوية شنو يعني. فأخذ الحسين بيده المباركة يأخذ شيئا من الماء ويعطيه له، ويعطي الفرس أيضا. هو هذا نفسه الذي شارك في مقتل الحسين سلام الله عليه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وبعد وإيتاء ذي القربى، يعني صلة الأرحام. الإمام زين العابدين عليه السلام ماذا يقول؟ من أراد أن يمد الله في عمره فليصل رحمه، فإن للرحم لسانا يقول يوم القيامة، يقول: يا رب صل من وصلني، واقطع من قطعني. صلة الأرحام، وما أدراك ما صلة الأرحام. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. شنو الفحشاء أحبائي؟ كل ذنب مخل بالشرف والعياذ بالله، كالزنا، هذا الذنب يسمى بالفحشاء. قبل قليل أحبائي قلنا أنه أكو عدل اجتماعي، يعني أي عدل مع الآخرين، مع الطرف الآخر، وهناك عدالة فردية تختص بنفس الإنسان، لنأتي إليها باختصار مع الصلاة على محمد وآل محمد. كل واحد من عندكم أحبائي عنده احتياجات 4،
أكو حاجة فردية وحاجة اجتماعية وحاجة علمية وحاجة روحية. الحاجة الفردية ايش تتطلب من عندك أيها الإنسان؟ هذا البدن ايش يحتاج من عندك؟ طعام، شراب، راحة، ملبس، نوم، هاي احتياجات تكون تلبيهن إلا. الحاجة الاجتماعية أنت ابن المجتمع، صح لو لا؟ المجتمع اكو واجبات، عزاء، مريض، مجلس، قاعدة، مسؤولية، تسأل عن إخوانك، هاي الحاجة الاجتماعية. الحاجة العلمية أن الإنسان يغذي عقله، عندك عقل أيها الإنسان، ليش تخليه جامد مولانا؟ كثير من الناس يقول لك أنا أكتفي بمعلومات السابقة وهذا كافي، لا أبدا، هذا العقل شير من عندك، يريد تغذيه بالمعلومة الصحيحة، بالعقيدة الصحيحة، مجلس، محاضرة مولانا، تقرأ قرآن، تفاسير، روايات أهل البيت، تستمع إلى المعلومة الهادفة الصحيحة اللي تنمي عقلك. ورابعا الحاجة الروحية، يعني مناجات، عبادة، لأن هاي الروح منين؟ ونفخت فيه من روحي. لا تأنس بأمور الدنيا أبدا، تستوحش في أمور الدنيا، في الطعام، في الراحة، لا أبدا، تريد من عندك سمو، تريد منك رفعة، دعاء، مناجات، عبادة، أعمال بر. محل الشاهد وين أحبائي؟ كلامنا عن العدالة الفردية. العدالة الفردية تقتضي منا أن هاي الموارد الأربعة أن نوازن بينها، يعني الحاجة الفردية لا تتغلب على سائر الحوائج. يعني أنا من الصبح لليل نوم وأكل وراحة، شو يتحول الإنسان أجلكم الله إلى بهيمة. الحاجة الاجتماعية أيضا لا تتغلب على سائر الحوائج، من الصبح لليل مجلس، من الصبح لليل مولانا أمور اجتماعية، علاقات اجتماعية، وناس الأمور الفردية، ناس عبادتي، ناس مولانا الزوجة، الأطفال، صح لو لا؟ هؤلاء بالنتيجة برغبتك، هؤلاء أنت مسؤول عنهم. الحاجة العلمية أيضا كون تنميها، لكن توازن بينها وبين سائر الحوائج، ألا تطغى واحدة على الأخرى. أنا هاي الحاجة العلمية كون أتعلم، كون أدرس، بس مو 24 ساعة مولانا بالمكتبة وعايف كل احتياجاتي، لا أعمل، لا أشتغل، لا أدعو الله عز وجل، لا أسرة. الحاجة الروحية أيضا يقول هذا الإنسان أنا مأمور بالعبادة، فأنا مولانا من الصبح لليل المسجد وقراءة قرآن، قائم، مصلي، صائم، وما لي علاقة بأي شيء. هذا الفعل صحيح لو لا؟ خلنا نختبر على الميزان الشرعي. عثمان ابن مضعون رضوان الله تعالى عليه من أصحاب النبي، من المجاهدين، من الأجلاء، اجت زوجته تشتكي عند النبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، زوجي لقد هجرني. وانت بعد تعرف المرأة لها احتياجاتها الخاصة، هذا 24 ساعة صيام وصلاة وأنا زوجة أريد حقي. فاستدعاه النبي أو ذهب عنده، قال له: إن الذي تفعله خطأ، هذا اللي تسوي خطأ، أنا مو أسوأ لكم لو لا، أنا يوم أعمل ويوم مع المجتمع وصلاة وخطبة وراحة نفسية، كل هاي الأمور أنا أسويها، أوازن بين هذه الموارد الأربعة. نفس هذا الكلام كله يختصر الإمام الكاظم عليه السلام، يقول الإنسان إلى 4 ساعات في اليوم: الساعة الأولى لإمرار المعاش، وساعة مع الإخوان، وساعة مع الله عز وجل عباده وكذا، وساعة لنفسه يعني تسلية يلهو بها باللهو المباح، يعني أكو له محرم وأكو له مباح، وهذا ما يأمر به أهل البيت سلام الله عليهم: إلهوا والعبوا ولا أرى غلظة عندكم. مضمون كلام النبي صلى الله عليه وآله، دلالة على المضمون، اللهو المباح. زين، بعدين شي عقب الإمام يقول هاي 3 ساعات من الإخوان والعبادة والعمل، وأكو ساعة رابعة وهي ساعة التسلية نسميها، يقول: وبهذه الساعة تقدرون على بقية الساعات. الإنسان إذا ما يخلي له ساعة متنفس وراحة مع الأسرة، مع أصدقاء كذا، لا يقدر على الساعات الأخرى. كذلك مولانا سيرة أهل البيت نتعلم منهم كيف يوازنون بين هذه الموارد الأربعة. قبل لحظات ذكرت لك أحبائي أمير المؤمنين عليه السلام لما سير المرأة، سير معها نساء بزي الرجال، وهو في طريق ماذا؟ في طريق غريب وكذا، هاي امرأة
لابد أن يكون معها رجل. أقول يا أبا الحسن ليتك كنت حاضرا لما أخرجوا بناتك وعقائل النبوة منين؟ من كربلاء. سنة كاملة مولانا من المدينة، زينب من المدينة تقريبا سنة ما شافت راحة أبدا. شلون طلعوها من كربلاء يا أبا الحسن وأنت سيد العارفين، زين العابدين وزينب؟ عم اركبي أنت. قالت له عم أنت عليل، من اللي يركبك من بعدي؟ ركبت المهم زينب وأخذت تودع الحسين بلسان الحال. حافظين الأبيات بعد لو لا؟ أنتوا أهل مجلس بعد وأهل عزاء ونوح. يلا ودعتك الله يا عيوني يردون عنك ياخذوني، أنا زجر وخول يباروني، نخات اخوتي ولا جاوبوني. بعد تشرح لأكثر زينب، السفار يا ابن أمي صعوب والحادي يصعب. إيه ما شاء الله، هالسفر يا ابن أمي صعوب والحادي يصعب، الحرمة ما تقدر له ضراب هالساط تنحب، أما الذي تنخى عليه الكرار تنسى والدرب شبله بلا رايح ولا جار. صعبة يا خويا ويا الغروب ممشى الغريبة، والقام ما بيهم زكي وما نجيب، كل ما مشي أنا قال ويلكوفة قريبة، وويلا كل ما مشي أنا قال ويلكوفة قريبة، والناقة يزجرها زجور لو قلت بهدا. خويا أبو علي لو طاحت الطفلة يا خويا امتحن بيها، لو طاحت الطفلة يا خويا امتحن بيها، يا غلي سكتها يا خويا يحن عليها، ما غير حاد ضعونا بصوت يجيها، والرمة تنهى وتلتخي وتصيح ولا. سارت زينب والعائلة في طريق السبا والسياد تتلوى على المتون، بينما زينب كذلك وإذا بها تنظر إلى الرماح وعليها رؤوس الأحب. زينب نادت هالمرة النداء يختلف، هنا يا شايلين الروس، ها زينب هنا يا شايلين الروس، راس القمر شاوين. ايش عندك ويا العباس؟ هنا يا شايلين الروس، راس القمر شاوين، اخويا وحن علي قلبي وانشد عن سغم عين. يسير امشي انت تتفرج علي الناس، من مجلس المجلس ما اشيل الراس،
والأعظم علي يا صاحب النوماس النوماس سمعت الناس قالوا هاي خيت سمعت الناس قالوا هاي خت عباس خذ راق البلد وامشي يا حاد ولا تطر الناس ترى الوادم يعرفوني بتحيدر وخت عباس يا بتحيدر وخيم يا تعباس التفتت إلى الحسين وهي في طريق السبا بهالأيام زينب اش صاحت تقول أخويا هاي أيام مرت وانت مو يمي مو يمي تعالي وشوف يا أخويا اش كبر غمي خويا وعايل للسياط الورمت جسمي شلت ام الخدر غسان عراف اسمي قبل ما حد يقول اي زينب كل فخر المخدرات عقيلة الطالب لبين الان كلها تصيح اي زينب اي زينب خويا وغسان عراف اسمي وخويا كل عداك لا تشتم بعد امي الله صاحة وصاحة وزينب طلعوها وحرقوا قلبها براس اخوها بكت بالصوت ضربوها وويلا ولا بجات بالصوت ضربوها وسبوا الزكية وسبوا خوها أبيات الدعاء زينب وين تروح لا ناصر لها ولا معين توجهت إلى أمها فاطمة يا مكسورة الأظلام يا محسن يا محسن يا أمي تعالي مأجور هالدمعة يا محسن يا أمي تعالي وشوفي كربلاء اش سوتي بحالي انا حال الغريبة بغير والي واشوف اخوتي مذبحة قبالي جندها انا يمي ايش تقدر تسمع لولا يا فرج الله انا يمي ايش يا يما مو بعيدة وويلا انا يمي ايش يا يما مو بعيدة انا شفت الشمير من حاز وريدة ثلاثة ايام لي ساكن البيادة ناب الغض اداور شفع ضيدة ونابا نغض أدور خنصريد أشوف عندك دمعة هذا الشاعر يقول فاطمة واقفة يم قمر العشيرة بعد المصرع تقول له راسك من جسم نصين
جسمك ليش عالغبرة أنا أمك يا بعد أمك وين اليمنى واليسرى يقل همي البنين انتي تقل فاطمة اسمع اسمع يقلها لا اطمج على الراس يما اللطم على الصدر ليش تلطمين على راسك يقلها لا اطمج على الراس تقل ضلوع من الكسر يقلها ما دمعك احمر تقل بسيبة السطر يقلها وين اخويا حسين تقل من كسر ظهره فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا وين أصحاب الحوائج جميعا أما أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب جميعا بك يا الله 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 جل جلالك عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة اشف مرضانا بمريض كربلاء يا الله على الأخص الأخ خادم الحسين خالد جاسم العطار في العناية المركزة نسأل من الله أن يلبسه لباس العافية بمريض كربلاء يا الله أدي ديوننا اجعل هذا البلد آمنا وسائر البلاد لا تجعل شخصا حاضرا في هذا المكان المبارك إلا وقضيت حاجته بالحسين يا الله المؤسس لهذا المجلس تقبل اللهم عمله وإلى موت الحاضرين السامعين العلماء خدمة الحسين موت المؤسسين الفاتحة مع الصلوات العيلة تدور على القبر يا هو الذي يدليها درب الشير عبياكتو يا ناس تهي عليها هي ما ندري نتوجه وين
تلفت وانديرت.